كانت سنة جدا صعبة، جبنا أم العيد في بلاك أوبس 4، ما أدري كيف خلصناها على خير. أي والله يا رجال جبنا أم العيد في بلاك أوبس 4، بس أهم شيء حاليا عنا 3 سنوات نشتغل على جزء بلاك أوبس جديد، فبنشتغل على راحتنا وبنسوي شغل مضبوط. صادق أهم شيء معنا الوقت الكافي وما رح ننضغط. يا هلا والله بأفضل استديو عندي، تريارك. أخباركم؟ إن شاء الله بخير. هلا أكتيفيجن، خير؟ تفضل. الحين انتم تعرفوا ان كول اوف ديوتي السنه القادمه راح تكون من استوديو سليدج هامر وريفن، صح؟ يب صحيح. اها فالمهم استوديو سليدج هامر وريفن تخانقوا مع بعض وما راح يقدروا يعملوا كول اوف ديوتي السنه القادمه. اوكي ليش قاعد تخبرنا هالكلام؟ ايش دخلنا حنا؟ قاعد اقول لكم هالشيء لان انتم راح تسووا جزء كول اوف ديوتي القادم، فمعاكم تقريبا سنه او اقل. اوكي يلا بالتوفيق، مع السلامه. يا هلا والله، بهالفيديو جايب لكم مراجعة لعبة كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. إذا ما فهمت الانترو اللي سويته في البداية، فهو بكل اختصار إنه هالسنة جزء كول اوف ديوتي ما كان مفروض يكون بلاك اوبس. جزء كول اوف ديوتي هالسنة كان مفروض يكون من تطوير استوديو سليدج هامر اللي سوى كول اوف ديوتي وورلد وور 2 وادفانس وورفير بالتعاون مع استوديو صغير اسمه ريفن، بس صار خلاف بين الشركتين وما قدروا يسوي اللعبة، فاكتيفيجن جابوا استوديو تراير قالوا له تعال سوي لعبة كول اوف ديوتي 2020، وما عندهم يا دوب سنة ونص سنتين ليسوي اللعبة. فعشان كذا اللعبة وقت نزلت كانت مليانة مشاكل وجلتشات، بس اظن حاليا مع التحديثات خفت كتير. هالفيديو راح نراجع كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور مع بعض ونشوف هل هي لعبه كويسه ولا سيئه. وادري مده الفيديو جدا طويل، وسبب اني راجعت اللعبه بشكل كامل، القصه الملتي بلاير والزومبي. فالفيديو على اليوتيوب نفسه شيك العداد مقسم لطول القصه الملتي بلاير والزومبي، وكمان التعليق المثبت حاطط توقيت مراجعه كل قسم. فاذا ما يهمك كل القصه والملتي بلاير وتبي زومبي على طول، تقدر تروح وتشوف الزومبي بس، ومركز بهالفيديو اكثر شيء على الزومبي. يعني راح تلاقوا مراجعة الزومبي ضعف القصة وضعف الملتي بلاير، بس عطيت كل قسم حقه من المراجعة وعطيتها تقييم من 10. كل صراحة هالفيديو جدا تعبني، فأتمنى لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، ويلا خلينا نبدأ. هذا الفيديو برعاية MSI. MSI نزلوا لابتوب جديد خارق اللي هو MSI GE66 Rider. هذا لابتوب مخصص للجيمينج او الالعاب بمواصفات خارقة وبحجم صغير، ما هو ضخم ابدا مثل ما شايفينه قدامكم، وبشكل جدا انيق بالذات مع اضوية الاورورا اللي موجودة اسفل اللابتوب. طبعا اللابتوب بيدعم مواصفات مختلفة على حسب البادجت اللي معاك، فبيدعم حتى كرت شاشة انفيديا RTX 2080 سوبر ومعالج من الجنريشن العاشر انتل كور i9. بهذه المواصفات جدا خارقة وراح تشغل لك اي لعبة باعلى اعدادات. اللابتوب بيدعم تقنية تبريد جديدة اللي هي نيو كولر بوست 5، فبالتالي راح يكون دائما بارد وما راح تواجه مشاكل حرارة في الجيمنج. بطارية اللابتوب بسعة 99.99 واط اللي هي اكبر واقوى سعة موجودة حاليا، ففينك تستعمله لساعات بدون شاحن. سرعة الاطارات بشاشة اللابتوب تبدأ من 240 هرتز وحتى 300 هرتز اللي هو
هو شيء خيالي. كيبورد اللابتوب من ستيل سيريز وفينك تعدل أضوية الار جي بي فيه على راحتك، وسماعات اللابتوب تدعم تقنية الدو ويف المناسبة للجيمينج. اللابتوب فيه برنامج MSI دراجون سنتر اللي بيخليك تتحكم بكل شيء باللابتوب من المراوح، الحرارة، وحتى أضوية الكيبورد. وأخيرا فيه برنامج MSI أب بلاير اللي هو بيفتح لك البلاي ستور الموجود على الأندرويد، وفينك تحمل ألعاب الموبايل نفس ببجي موبايل وكول أوف ديوتي موبايل وتلعبها بشكل قانوني على اللابتوب. ما أظن في أي لابتوب تاني فيه هالبرنامج. فإذا ودك تعرف معلومات أكثر عن اللابتوب شيك أول لينك موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب رح أبدأ بمراجعة طور القصة. المراجعة ما فيها حرق لأحداث القصة، أو بالأحرى حاولت قدر المستطاع إني ما أحرق أي شيء من أحداث القصة بس ما قدرت. فراح يكون في حرق شوي لأحداث القصة بس جدا بسيط، يعني من 5-10%، بس ما في حرق للنهاية أو ما في حرق يخرب عليك أحداث القصة. على كل حال لو ما بدك تشوف مراجعة طور القصة عشان تتجنب 5-10% حرق، فقدم الفيديو لقسم الملتي بلاير أو الزومبي. راح تلاقي الفيديو على اليوتيوب نفسه مقسم، أو شيك التعليق المثبت أسفل الفيديو راح تلاقي وقت كل مراجعة. طيب خلينا نبدأ ونقول إني أنا دائما أحب طور القصة في كول أوف ديوتي لسبب واحد، واللي هو إن طور القصة قصير، يكون بين 5-8 ساعات عادة، ويكون بسيط من ناحية الجيم بلاي. ففعليا تقعد 5-6 ساعات تقريبا تحس حالك قاعد تشوف فيلم طويل مليء بأكشن وإثارة وقصة جدا ممتعة. بس انتبهوا، قلت لكم بسيط من ناحية اللعب أو الجيم بلاي مو من ناحية القصة. أحيانا طور القصة بيكون جدا معقد نفس أجزاء بلاك أوبس. فأحداث قصة بلاك أوبس كولد وور المفروض تكون بعد بلاك أوبس 1، وبلاك أوبس 1 كان من أكثر الأجزاء اللي قصة رهيبة ومعقدة بنفس الوقت. فهل قصة بلاك أوبس كولد وور رح تكمل عظمة قصة بلاك أوبس 1؟ خلنا نشوف. أحداث القصة بالكولد وور أو حقبة الحرب الباردة اللي هي بالثمانينات، فرح تشوف كتير أشياء باللعبة من جو الثمانينات، نفس البيئة، الملابس، تصريحات الشعر، الأجهزة وأجهزة التجسس، وكيف إن الكل قاعد يدخن في أماكن مغلقة أو مسكرة. طبعا حاليا بوقتنا الحالي هالشي ممنوع، لازم تدخن بأماكن مفتوحة، بس بالثمانينات والتسعينات كان إنه واحد يدخن بمكان مغلق شيء جدا عادي. فيعني مركزين بأصغر التفاصيل اللي يخلوك تعيش جو الثمانينات. بس تبدأ اللعبة لازم تسوي شخصيتك، تختار اسمه، فينك تسميه على اسمك، طبعا هذا اسمه الأصلي، بس اسمه اللي راح ينادوك فيه باللعبة هو بيل. تختار جنس الشخصية وتختار الباك جراوند أو خلفية شخصيتك، هل هو عميل بالCIA أو الاستخبارات الأمريكية، هل هو عميل بالMI6 اللي هي الاستخبارات البريطانية، ولا هو عميل سابق بالKGB اللي هو الاستخبارات الروسية، وانشق وإجا انضم للاستخبارات الأمريكية اللي هي CIA. اختيارك لتفاصيل شخصيتك ما راح يأثر بالقصة أبدا، فقط شوية أشياء جدا بسيطة هي اللي راح تتغير، بينما القصة هي نفسها سواء اخترت KGB ولا MI6 ولا CIA. صراحة أول ما عرفت إنك راح تسوي شخصيتك بطور القصة أحبطت، لأنه معظم الألعاب اللي خلوك أنت تختار شخصيتك بالذات ألعاب كول أوف ديوتي تكون قصة نوعا ما تسليكية، وفوق هاد كله شخصيتك ما عنده صوت، ما يتكلم. فقلت أيوة شكله القصة تسليكية وشخصيتك شغل أي كلام. بس لما لعبت القصة ووصلت قريب النهاية تفاجأت، حرفيا تفاجأت، وعرفت ليش الشركة خلونا نحن نسوي شخصيتنا. ما بيتكلم زيادة، ما بيحرق عليكم، بس إنك أنت تسوي شخصيتك وتختار تاريخه والباك جراوند تبعه وهالكلام كله، صدقوني ما كان عشوائي، لا استوديو تريارك حط لك سبب جدا منطقي بعدين راح تكتشفه وأنت قاعد تلعب القصة. طيب خلينا نتكلم على مهمات القصة. تبغى شيء أكشن وإثارة، عندك ملاحقة على السطوح ونط بين البنايات، عندك إنك تلاحق شخص بالطيارة بعدين تتحكم بالسيارة على الريموت وتروح وتفجر الطيارة وتوقع عليك الطيارة، فالأكشن والإثارة كله موجود. تبي مهمات تخفي وإنك تقتل أعداء بدون أي صوت أو تقتلهم بسنايبر من بعيد وعليه سايلنسر، فكمان موجود هالشيء. تبي مهمة إنك تكون جاسوس محاط بالأعداء بكل مكان وعندك 4 طرق حتى تخلص المهمة، كل طريقة غير الثانية كليا، كمان هالشيء موجود، وهي من أحلى المهمات مو بس ببلاك أوبس كولد وور بل بتاريخ كول أوف ديوتي. ما بأحرق عليكم المهمة، بس مهمة جدا رائعة، فينك تخلصها ب4 طرق مختلفة، كل طريقة غير الثانية كليا. تبي أحداث بالقصة غريبة تفاجئك أو تلحس مخك، تقعد تلعب وأنت مالك فاهم أي شيء وتحكي يا جماعة الخير حد يفهمني أرجوكم، كمان موجود. وشيء الحلو إنه الأشياء اللي تلحس المخ فقط أنت قاعد تلعبها، مجرد ما تخلصها راح تفهم كل شيء. واللي قاعد أتكلم عليها هي مهمة الفيتنام، وكمان تعتبر من أحلى المهمات بتاريخ كول أوف ديوتي. يعني حاليا عندنا مهمتين باللعبة، واحدة تبع الجاسوسية واحدة تبع الفيتنام، هالمهمتين هم السبب الرئيسي اللي خلوا الناس يحبوا قصة بلاك أوبس كولد وور بشكل جدا كبير وفعلا يستاهل. انت وقاعد تلعب رح يجيك كتير خيارات، هل تقتل هذا الشخص ولا تخليه عايش، هل تصدق كلام الناس عم يحكوا معك ولا لا، تروح يمين او يسار، وفي كتير خيارات تانية. هالخيارات بعضها ما لها اي تأثير او لها تأثير جدا بسيط بالقصة، وبعض الخيارات لها تأثير بنهاية اللعبة. شخصيات طور القصة هم ميسن، وودز، وهاتسون، هدول كلهم نعرفهم من بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2، وعنا شخصيات جديدة
ما راح اتكلم عنهم، راح اتكلم على الشخصية الرئيسية اللي هو راسل أدلر. من جد الشركة كتبوا هالشخصية بشكل جدا رائع، من كتر ما هو رهيب يعادل رهابة ميسن وودز، وهو اللي يعتبر الشخصية الرئيسية باللعبة، حتى أهميته بطول القصة أكثر من ميسن وودز وهاتسون يلي هم المفروض يكونوا الرئيسيين. كل ما تخلص أي مهمة راح يرجعوك على السيف هاوس أو المقر، هناك راح تتجهز للمهمة اللي بعدها. طبعاً بالسيف هاوس فينك تروح وتكلم الشخصيات كلهم، كل شخصية فينك تتكلم معاها عن 3 أو 4 مواضيع، فهالشيء جداً رهيب يخليك تعيش بأجواء القصة أكثر. والشيء الرهيب إنه بالسيف هاوس فينك على طول تروح على المهمة اللي بعدها وتكمل لعب طبيعي، ولو ودك في الغاز وشفرات سرية فينك تحل فعليا، تقدر تقعد ساعة قاعد تحاول تحل لغز تفك شفرة سرية، عندك صور مشتبهين تحاول تعرف مين هو الشخص اللي لازم تقبض عليه، وفي مهمات جانبية فينك تلعبها مرتبطة بالألغاز أكتر. فهالخيار جدا رهيب للشخص اللي وده يلعب أكتر. لو ما ودك فقط تبي تلعب 6 ساعات وتنتهي من القصة الرئيسية، يمديك تسوي هالشيء. لو ودك تتعمق أكتر وتلعب مهمات جانبية وتحل ألغاز، كمان يمديك تسوي هالشيء. وأكتر شيء عجبني هو الواقعية أو المنطقية بالقصة نفسها. قصة الجزء السابق من Call of Duty اللي هو الوارفر كان جدا رهيب، جدا استمتعت فيه. كانوا مطلعين لك بالقصة ان الروسيين هم الاشرار، ومطلعين لك بالقصة ان الامريكان والبريطانيين جدا كويسين، قاعدين يساعدوا الثوار المظلومين عشان ينتصروا على الاستعمار الروسي. بينما هنا لا، في قصة بلاك اوبس كولد وور صحيح مطلعين الروسيين هم الاشرار، بس بنفس الوقت مطلعين لك انه السي اي اي وكالة الاستخبارات الامريكية او الحكومة الامريكية بشكل عام اوسخ. إيه فعليا مطلعينهم سيئين. ما اقدر اتكلم، ما اقدر اعطيكم كتير تفاصيل عشان ما احرق عليكم، بس ايه بالمختصر فيها واقعية، ما فيها تطبيل للامريكان والبريطانيين نفس قصة مودر وورفير. والحلو بطول القصة ان نفس بلاك اوبس 2 عندك عدة نهايات، عندك النهاية الجيدة، عندك النهاية السيئة، وعندك النهاية السيئة جدا. والنهاية سيئة جدا، من جد جدا سيئة ونهاية مأساوية. بصراحة طور القصة جدا رهيب، جدا عجبني، بس في شوية أشياء سلبية. من أحد الأشياء السلبية هو أن اللعب أو الكومبات أو القتال هو نفسه، روح مكان قتل ناس اتخبى ارمي قنبلة، يعني نفس أي قصة Call of Duty، ما في تغيير أبدا، ما في أغراض مميزة فينك تعملها. متعودين دائما Call of Duty مثلا بالألعاب اللي بالمستقبل في أشياء مثل حشرات إلكترونية فينك تتحكم فيها، مودر وورفير فينك تتحكم بطيارة بكذا، هنا ما في إلا أنك تتحكم بسيارة على الريموت تفجر فيها طيارة وخلاص، بعدين ما في أي شيء مميز. وأخيرا دور شخصية ميسن وودز للأسف ما كان رئيسي، مو نفس بلاك أوبس 1 وبلاك أوبس 2، مع أن لسه عندهم دور جدا مهم، بس ما هو الدور الرئيسي. مثل ما قلت لكم راسل أدلر هو الشخصية الرئيسية بالقصة. وبكذا نكون خلصنا من مراجعة طور القصة، وتقييم النهائي هو 9/10 لطور القصة، جدا رهيب ويستحق التقييم. ويلا حاليا خلنا نروح ونقيم المالتي بلاير. طيب، ومن ناحية المالتي بلاير ما راح اسوي مراجعة مفصلة للمالتي بلاير، لاني سويت مراجعة مفصلة جدا على وقت البيتا. وقت نزلت البيتا سويت فيديو مدته 18 دقيقة تكلمت فيه بالتفصيل عن المالتي بلاير، وحاليا اللعبة لما نزلت ما فيها اختلاف جدا كبير عن البيتا. فنصيحة، اذا ودك مراجعة مفصلة للمالتي بلاير فشيك الفيديو يلي فوق على اليمين طلع حاليا، او موجود رابطه بالوصف. واذا ما ودك تشوف الفيديو فراح اقول لك بالمختصر الشديد شو اللي قلته بهذاك الفيديو، وشو التغييرات اللي صارت على اللعبة النهائية، وهل تغيرت آرائي ولا لا. بالمختصر حكيت انه اللعبة عجبتني، اللعبة مستمتع فيها، بس فيها شوية عيوب. اول واكثر عيب واضح هو الداون جريد بالجرافيكس والتفاصيل من Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare افضل من Black Ops Cold War من ناحية الجرافيكس ومن ناحية تفاصيل اللعبة، بس قلت انه هذا الشيء ما راح يأثر على متعة اللعبة. الجرافيك ما هو شيء جدا مهم عشان تستمتع بلعبة معينة، وقلت ان احنا لاعبين Call of Duty المخضرمين ما راح تفرق معنا لانه متعودين هذا جرافيك العاب بلاك اوبس والعاب انفينيتي وورد، عندهم جرافيك ونظامهم الخاص. بس في كتير ناس راح يفرق معهم هالشيء، بالذات الاعداد الكبيره من اللاعبين العرب يلي يلعبوا مودر وورفير. مودر وورفير اجالها كتير لاعبين عرب بشكل جدا كبير، ذكرتني بايام كول اوف ديوتي مودر وورفير 2 من 10 سنوات. فهاللاعبين الجدد ما تقبلوا هالموضوع، ما تقبلوا فرق الميكانكس والجرافيكس، وحاليا تقدر تلاقي كتير يوتيوبر عرب الى الان قاعدين يحملوا عن كول اوف ديوتي مودر وورفير يلعبوا سيرش اند دستروي وساحبين على بلاك اوبس كولد وور. فهي احد السلبيات لبعض الناس اللي ذكرتها في هذاك الفيديو. بس بالنسبه لي شخصيا وبالنسبه لكثير من لاعبين كول اوف ديوتي القدماء كانوا يلعبوا اجزاء بلاك اوبس القديمه، ما اظن هذه مشكله ابدا. بالعكس بالنسبه لي ستايل الجرافيكس ببلاك اوبس كولد وور افضل من مودر وور. ما قاعد اتكلم عن الواقعيه، مودر وورفير واقعيه اكثر من كولد وور بألف مره، قاعد اتكلم على ستايل الجرافيكس اللي استعملوه، بالنسبه لي استمتع فيه اكثر. طيب، وشيء ثاني قلته بفيديو المراجعه القديم هو
ان الكل ستريك سكور ستريك جدا قليلين وغير ممتعين، ما لي مستمتع فيهم. هل هالشيء تغير؟ نعم، ضافوا كتير كل ستريكات جديدة على اللعبة على عكس البيتا، ومع الوقت وبس لعبت الملتي بلاير فترة جدا طويلة تغير رأيي بالكامل. الكل ستريكات بكولد وور تعتبر من افضل الكل ستريكات بتاريخ لعبة كول اوف ديوتي، جدا مستمتع فيهم، متنوعين اقوياء، والواضح انه الشركة مع كل سيزون راح يضيفوا كل ستريك جديد، لانه مع السيزون الاول ضافوا كل ستريك اللي هو الهارب او الادفانس يو اي في، وطالع تسريبات انه راح يرجعوا الكلاب او الدوغ، فهي حركة جدا خرافية كمان راح تزيد من متعة الكل ستريك. بس للأسف نظام كيف تجيب الكل ستريك السيء الى الان مثل ما هو ما غيروه وجدا سيء، يلي هو انه بس تموت ما يروح عليك الكل ستريك، لا لسه تكمل، بس الكل ستريك جدا عالي. يعني عنا الاي سي 130 او الجن شيب تحتاج 10000 نقطة عشان تجيبها، فكيف لازم تجيبها؟ لازم تجمع ستريك عادي، لانه كل ما تدبح عدد معين بدون ما تموت سكورك راح يتضاعف اكثر. يعني لو ذبحت 5 وبعدين ذبحت السادس، فالسادس راح يعطيك سكور قد الخمسة اللي ذبحتهم كلهم. الفكرة جدا حلوة، بس في كل ستريكات شبه مستحيل تجيبهم، مهما دعست مهما لعبت اوبجكتيف جدا صعب تجيب كل ستريكات العالية على عكس الالعاب القديمة. يعني على سبيل المثال كل ستريك الجن شيب اللي هو اعلى كل ستريك يحتاج 10000 نقطة، شبه مستحيل انك تجربه في حياتك في كولد وور اذا كنت لاعب كول اوف ديوتي عادي، لازم تكون جدا لعيب ومعرق عشان تقدر توصل 10000 نقطة وتجيبها، على عكس كل ستريكات بالاجزاء القديمة. الاجزاء القديمة تلاقي مثلا كل ستريك بده 15 قتلة عادي، لو واحد كامبر نوب ضل يكمبر الجيم كله عادي يجيبها، هنا لا للاسف. فنصيحة صغيرة، دائما حطوا كل ستريك الكير باكج، لانه راح يعطيكم فرصة تجربوا الكل ستريكات العالية. ما ادري اذا بس انا، بس الكير باكج في هاللعبة جيب لك اشياء جدا خرافية. وشيء ثاني سيء بنظام الكل ستريك هذا هو انه حاليا على نهاية اي جيم الكل جايب اعلى كل ستريكات. نهاية كل جيم ببلاك اوبس كولد وور تشوبر جنر جن شيب جرنيد لانشر، لانه هالنظام بيخلي كل الناس يجيبوا اعلى كل ستريك عندهم على نهاية الجيم، فنهاية كل جيم كابوس. وتكلمت على اكثر سلبية اللي هي الاس بي ام ام او السكيل بيس ماتش ميكينج، اللي هي انه كل ما تتطور باللعبة راح يدخلك مع ناس اصعب واصعب، وهي الكل قاعد يشتكي منها فعليا. لما تطلع من جيم ودابح ومجمع سكور عالي ومبسوط، الجيم الجاي راح يدخلك مع اقوى ناس بالعالم وراح تندعس، بس تندعس جيم جيمين اللعبة راح تشفق عليك وتدخلك مع ناس نفس مستواك، تدعس راح يرجعوا يدخلوك مع ناس لاعبين وهكذا. وللاسف كثير ناس كثير يوتيوبر طالبوا الشركة تشيل هالنظام، عملوها هاشتاج، الهاشتاج صار ترند على تويتر، وللاسف الشركة ما غيروا هالشيء. وشفت شوية تعليقات على فيديو مراجعة الملتي بلاير، ناس عم يكتبوا ترى السكيل بيس ماتش ميكينج شيء كويس تلعب مع ناس نفس مستواك، يعني شو تبي تلعب مع ناس منوب وتدعسهم عشان من الكلام؟ لا، انتم مالكم فاهمين الفكره. الفكره هي انه كول اوف ديوتي متعودين ندخل جيم مع ناس عشوائيين، مستويات عشوائيه، العب منك او انوب منك. الفكره انك تفوت وتستمتع، ما في داعي كل جيم تكون معرق ومشدود على اعصابك، واي واحد يطلع بوجهك ينط يرمي عليك فلاش 360. تبي تدخل جيم وتلعب لعب طبيعي. والمفروض الشركه انها تسوي جيم مود رانك او كومبيتيتيف يكون شغل تحديات نفس اوفر واتش، وهداك الجيم مود يدخلك مع ناس من نفس مستواك. هذا الشيء المفروض يخلوا اللعب العادي لعب طبيعي، بس لا، الشركه ما ودهم يسووا رانك، ودهم يضيفوا هالنظام على اللعب العادي، فايه للاسف. بس ليش يا ترى الشركه ما عندها راسها على نظام الاس بي ام ام؟ هذا النظام كان موجود بكل اجزاء كول اوف ديوتي، وكان موجود بمودر وورفير، بس جدا واضح ان هنا في بلاك اوبس كولد وور جدا مشددين عليه، يعني تقدر تشوفه بعينك على عكس باقي الاجزاء. باقي الاجزاء انه ممكن ضبط باللعب تحس بعد فتره انه قاعد يدخلني مع ناس لاعبين، بينما هنا في كولد وور العب جيم واحد وادعس فيه، والجيم اللي بعده على طول راح تندعس. والجواب على سؤال ليش الشركه ما عندها راسها على نظام الاس بي ام ام هو جدا بسيط. اكتيفيجن من بدايه كول اوف ديوتي مودر وورفير السنه الماضيه طلعوا مصممين اللعبه وقالوا ان هالسنه في لعبتنا عملنا كثير اشياء تشجع فيها اللاعبين الجدد، اشياء مثل تصميم مابات بمودر وورفير يشجع على الكامبره، ولو كامبرت او تخبيت تقدر تذبح وتجيب كل ستريك عالي، اسلحه جدا قويه نفس الشوتجن يذبح بطلقه واحده وما يحتاج اي لعب او جهد، الغام او كليمور جدا قويه وعندك بيرك يخلي الالغام تضل تعبي عندك دائما، الغاء بيرك الديد سايلنس خلوه في الابجريد، فحاليا لو تبي تدرعم المكمبرين النوبس عادي يسمعوك ببساطه ويذبحوك.
شيلد أو درع على ظهرك يحميك من الطلقات. هالكلام قاله مطور لعبة مودرن وورفير نفسها، ما قال بالحرف نفس الأشياء اللي قلتها هي كلها، بس قال بالمختصر نبي المنوب أو الناس الجدد يكون عندهم فرصة بهاللعبة يفوتوا ويلعبوا وما يندعسوا على طول. فبلاك أوبس كولد وور ما فيها أي شيء من هذا الكلام كله، تصميم المابات ما يساعد على الكامبر أبدا، ما في أسلحة قوية، كل الأسلحة مثل ما هي، في أسلحة شوي أقوى من الثانية بس مو نفس مودرن وورفير، أسلحة جدا قوية وأسلحة ما ينلعب فيها، ما عندك ألغام جدا قوية، ما عندك درع على ظهرك. رجعوا بيرك الديد سايلنس باسم نينجا عشان يشجعك على الدرعمة، وبيرك الجوست اللي يخفيك من اليو اي في لو كنت مكامبر في كولد وور فراح يفضحك على عكس مودرن وورفير. مودرن وورفير حتى لو تطلق بسلاح ما فيه سايلنسر ما راح يطلعك على الخريطة. فأنا اللي حاسه صار هو كالتالي، اكتيفيجن قالوا للاستوديو اتريارك نبيكم تسووا كولد وور لعبة نفس مودرن وورفير، يعني فيها اشياء تساعد اللاعبين الجدد او المنوب انهم يذبحوا يستمتعوا باللعبة وبالتالي يشتروا الباتل باس ويشتروا السكنات ويطلعوا فلوس للشركة، بس استوديو تريارك قال لا نحن مو متعودين نسوي هالنوع من الالعاب. فردوا عليهم اكتيفيجن وقالوا خلاص اوكي سووا اللعبة على راحتكم. وعند نزول اللعبة اكتيفيجن رفعوا الاس بي ام ام او السكيل بيس ماتش ميكينج بشكل جدا قوي، خلوا النظام بشكل انه المنوب او جدد على اللعبة ما يلتقوا مع اللاعبين او حتى الكاجوال ابدا، تخليهم بعالم خاص فيهم، يدخلهم على اقيام ما فيها اي حد لعيب ابدا ولا حد لعبة متوسط، كله ناس منوب مع بعض. وفعلا في احد الاشخاص يوتيوبر مشهور سوى حساب جديد وضل ينتحر قصادا بهالحساب، فخلى اللعبة تفهم انه هو جدا نوب، وبعدين دخل جيم ودخل مع جيم ناس فعليا ما يعرفوا يقيموا او يطلقوا بالسلاح حتى. شوفوا المقطع معي. Seriously though, please, please, please. There's this little thing at the top left called a mini map. Mini map. Mini map. Look up. Where are you going? I'm right here. What are you doing? I'm right. Hi. Woo. فأي الشخص الجديد أو النوب لما يدخل الجيم ويشوف ما في حد عم يدعسه وعم يذبح ويستمتع على الأكثر راح يشتري باتل باس ويشتري أشياء جوا اللعبة ويشتري الألعاب اللي بعدها، بينما لو دخل وضل يندعس فراح يسحب على اللعبة. وفي موقع اسمه كود تراكر أو كول أوف ديوتي تراكر، هذا الموقع بكل بساطة تروح وتكتب عليه اسم أو آي دي أي شخص بالعالم سواء صاحبك أو يوتيوبر مشهور، ويطلع لك جميع الإحصائيات حقته بكول أوف ديوتي بلاك أوبس كولد وور وآخر أجزاء من كول أوف ديوتي. فالناس بس نزل هالموقع راحوا كتبوا أسامي ناس مشهورين ببلاك أوبس كولد وور سواء على يوتيوب أو تويتش، ناس مشهورين بالمالتي بلاير وبلعبهم، فراحوا وطلع لهم الفضايح، طلع لهم انه كل هاللاعبين عم بيعملوا شغله اسمها ريفيرس بوستينج، واللي هي انه يدخل الجيم وما يذبح اي حد فقط يموت، يلعب تقريبا 10 20 جيم وما يذبح اي حد فقط انه يموت بينه وبين حاله، بعدين يوم يصور فيديو لليوتيوب او يفتح بث يلعب وقتها بشكل جدي. يعني على سبيل المثال شخص لعب 9 اجيام وما ذبح اي واحد بس خلاه ينتحر وينتحر ويموت، بعدين الجيم العاشر فتح بث وبلش يصور على اليوتيوب وصار يلعب بجدية. فالاس بي ام ام راح يدخله مع ناس جدا منوب، فبالجيم اللي راح يصور على اليوتيوب راح يكون جدا محترف، راح يذبح 100 واحد بالجيم. فهذا الموقع كوتراكر فضح كل هاليوتيوبر. فشوفوا الاس بي ام ام او السكيل بيس ماتش ميكينج لوين وصل الناس من كتر ما النظام جدا سيء. وفي جيم مود جديد اسمه ديرتي بوم ما تكلمت عليه بفيديو مراجعة البيتا، وهذا هو الجيم مود الضخم ببلاك اوبس كولد وور. بمودرن وورفير لأول مرة تاريخ كول اوف ديوتي عملوا لنا جيم مود فيه 68 او 64 لاعب، كان جدا ضخم بس كان تقليد اعمى لباتل فيلد يلي هو فريق من 32 لاعب ضد فريق من 32 لاعب وفي خمس اعلام، نفس باتل فيلد بالضبط، وصراحة ما استمتعت فيه ابدا. كان كويس في ناس حبوه بس انا ما حبيته لان تحسه شيء ما له علاقة في كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي متعودين عليها ان نظام اللعب فيها سريع، الجراوند وورد مودرن وورفير كان ابدا ما سريع، كان نفس باتل فيلد. بينما هنا طور ديرتي بوم ببلاك اوبس كولد وور جدا ملخبط وصعب اشرحه بس رح احاول، اللي هو فيه 10 افرقه كل فريق فيه 4 لاعبين، تنزل على ماب ضخم تبي تروح تجمع اشياء اسمها يورانيوم، تقدر تجمعها عن طريق انه تفتح بوكسات او تلاقيها موجوده على الماب او تذبح شخص عنده يورانيوم، بس تجمع الحد الاقصى تروح وتزرعه بقنبله، لازم بس تفضي
اليورانيوم تروح تجمع مرة ثانية وترجع تعبيه في القنبلة. القنبلة تحتاج عدد جدا كبير عشان تنفجر، فأنت لما تعبي راح يعطوك سكور، ولما فريقك فجر قنبلة كمان راح يعطوكم سكور. وآخر شيء أعلى 3 أفرقة مجمع سكورات هي راح تفوز. نظام ملخبط ما هو مفهوم، بس الحلو فيه إنه في لمسة من كول أوف ديوتي يلي هو اللخبطة فعليا. لما تشوف قنبلة راح تلاقي 4-5 أفرقة عم بتقاتلوا عليها، يرموا قنابل فلاش تموت، أول ما تموت راح ترجع تعيش على طول وتنزل على نفس القنبلة. فصححوا الغلط اللي عملته مودرن وورفير مع طور الجراوند وور اللي هو يخلي اللعب نوعا ما بطيء وما تحسه كول أوف ديوتي. هنا لا، اللعب تحسه فعلا كول أوف ديوتي من اللخبطة والسرعة والكل قاعد يذبح الكل، فجيم مود جدا رهيب. واخر شيء حاب اقوله انه نظام الموفمنت او الحركه بهاللعبه جدا رهيب، سريع وجدا ثلث، والسلايد جدا يخلي اللعب اسرع واحلى، وحسيت بفرق جدا كبير. بس رجعت العب مودر وورفير اللي هو رجعت العب الوارزون بس نزلوا الماب الجديد اللي هو ريبيرث ايلاند، حسيت اللعبه جدا بطيئه لانه الوارزون على نظام مودر وورفير. بس رجعت لبلاك اوبس حسيت حالي اخيرا انا حر، فيني اتحرك على راحتي، سلايد على راحتي، بينما الوارزون اللي هو على انجل مودر وورفير حسيت حالي مقيد، فكنت متمني انه الوارزون يغيروه لميكانيك كولد وور. فبالمختصر المالتي بلاير ببلاك اوبس كولد وور جدا ممتع، شالوا منا كل الاشياء اللي كانت مخربه مودر وورفير، بس الاس بي ام ام ما قاعد يخليني استمتع باللعبه، ومو بس انا، كثير ناس مهما كانت اللعبه حلوه اذا قاعد تفوت وتندعس جيم ورا جيم ورا جيم ما راح تستمتع. فعشان كذا راح يكون تقييمي 8/10 فعليا، لولا الاس بي ام ام راح يكون تقييمي تقريبا 9 أو 9.5/10، بس مع الاس بي ام ام حاليا اشوفها 8/10، ما تستحق اكثر من هيك. ويلا خلينا نبدا بالزومبيز. طور الزومبي بكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور يختلف عن اي زومبي بلاك اوبس شفناه قبل، ويختلف عن اي زومبي كول اوف ديوتي بشكل عام. الزومبي هالجزء يعتبر تجربه جديده كليا. اول مره فتحت اللعبه واول جيم لعبته بالزومبي حسيت في شيء غريب، حسيت في شيء ما حسيته باي جزء زومبي لعبته قبل كذا. وبس لعبت اكثر من جيم وتعمقت في الزومبي اكثر تاكدت انه احساسي كان صحيح. استوديو تريارك فعلا غير بالزومبي هالجزء بشكل جدا كبير، وهذا اللي يميزه عن اي شركه تانية تعمل كول اوف ديوتي. شفنا زومبي من استوديو انفينيتي وورد بلعبه انفينيت وورفير، وشفنا جزئين زومبي من سلج هامر، واحده الاكس زومبي والثانيه زومبي وورلد وور 2، وكلهم بدون استثناء كانوا نسخ لصق من تريارك، نسخ لصق من زومبي بلاك اوبس مع تغيير شويه اشياء بسيطه نفس اسماء البركات، صندوق الاسلحه، بس اللعبه هي نفسها. بينما استوديو تريارك بس يسوي زومبي جديد، ففعلا يسوي زومبي جديد، مو والله نفس الجيم بلاي نفس كل شيء وغير لك اسماء بركات على بوكسات، لا فعلا تحس انها تجربه جديده كليا. طيب ممكن حد يقول بشار تراك اذعشنا، زومبي جديد، تجربه جديده، مدح بشركه تريارك، ممكن تقلنا شو الشيء الجديد وهل هو شيء كويس او سيء؟ طبعا لا تخاف، راح نتكلم بهالفيديو عن كل التغييرات وكل الاشياء الجديده، بس عشان اختصر لكم واقول لكم شو الاشياء الجديده في الزومبي راح خلي كريغ هيوستن اللي هو كاتب قصص الزومبي واحد المطورين بنفسه يقول لكم. The gameplay is classic, but it's going to be tonally quite fresh. You'll find our updates this year have focused on one thing above all, embracing what makes zombies so much fun. قال انه الجيم بلاي او تجربه الزومبي راح تكون كلاسيكيه، بنفس الوقت راح تحس انها جديده كليا، وقال تركيزنا هالسنه بشكل كامل هو ان نخلي الجيم بلاي ممتع. وفعلا هذا الشيء اللي شفناه، نظام اللعب او الجيم بلاي بالزومبي يعتبر من افضل اجزاء الزومبي على الاطلاق. قاعد اتكلم على الجيم بلاي مو على الماب مو على القصه ولا على الالغاز، على الجيم بلاي فقط يعتبر من الافضل. طيب عشان نتكلم عن التغييرات الجديده في الجيم بلاي بالزومبي لازم نتذكر الجيم بلاي القديم. الجيم بلاي القديم من كول اوف ديوتي وورد ات وور اول مره نشوف فيها زومبي لحديت بلاك اوبس 4، كان لما تدخل على الجيم بكل بساطه تشرب 4 بركات، تفتح الكهرباء، تفتح التطوير، بعض المابات الكهرباء والتطوير سهلة، بعض المابات تحس حالك عم تحل لغز حتى تفتح الكهرباء والتطوير، بعدين جوا اللعبة عندك 3 قطع تجمعهم عشان تبني شيل، 3 قطع أو لغز معين عشان تطلع سلاح الماب، وأحيانا يكونوا 4 أسلحة نفس أورجنس ودير أيسندراخ، وفي بلاك أوب 3 عندك لغز بسيط تسويه عشان تبني سلاح السبيشاليست، وببلاك أوب 4 تبدأ بسلاح السبيشاليست، وبس هذا كل شيء تحتاجه عشان تلعب جيم زومبي طبيعي. قاعد أتكلم عن الكور جيم
جيم بلاي اللي هو اللعب العادي مو الالغاز. بعدين لو بدك في لغز للماب يكون صعب او سهل تحله، وفي الغاز فرعيه كتير تقدر تسويها. بينما زومبي كولد وور في كتير اشياء فينك تسويها سواء جوا الجيم او برا من القائمه قبل تبدا الجيم. اول شيء عندنا 5 فيلد ابجريد او فيكم تسموهم اسلحه السبيشاليست، بس هما فعليا مو اسلحه لا فقط خصائص. بلاك اوبس 4 كل سبيشاليست سواء قصه الفوضى او قصه الايثر كان شغلهم انهم يذبحوا، بس بيعطوك شويه خصائص زياده نفس اللي تحطها على الارض ويعيش الموتى او يحميك. وبلاك اوبس 3 كان تقريبا كلهم يذبحوا، بينما هنا مجرد خصائص فما لهم اوفر باورد او قويين نفس بلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 3. عندك الاول بيجمد الزومبي وبيبطئهم وفينك تقتلهم. عندك واحد عباره عن لغم طاقه لما يقرب الزومبي منهم يذبحوه. عندك واحد بيخلي الزومبي ما يشوفونك مده 5 ثواني. عندك سبيشال بيخلي الهيلث عندك او الحياه تتعبى على طول بشكل ما تموت انت واصحابك. وعندك الاخير اللي بيسوي دائره بالارض وانت واقف جوا الدائره بصير طلقك جدا قوي وبيقتل شويه زومبي لما يهجموا عليك. فصحيح انهم نفس بلاك اوبس 4 تبدا الجيم ومعاك السبيشال، والناس كرهوا هالشيء بشكل جدا كبير ببلاك اوبس 4، كان ودهم نفس بلاك اوبس 3 تفوت جوا اللعبه تسوي مهمه وتطلع سبيشال. وصراحه هالشيء كان راح يكون احلى لو سووه هنا، بس السبيشالست هنا ما هم بنصف قوه السبيشالست ببلاك اوبس 4. فصراحه ابدا الجيم ومعي السبيشالست ما راح يخرب علي شعور اللعبه نفس بلاك اوبس 4. واذا كنت مفكر انه فقط تختار سلاح سبيشالست وتبدا الجيم فانت غلطان. كل سلاح سبيشال له 3 تطويرات فينك تطورها عن طريق الكريستالات. الكريستالات هاي بتجمعها من جوا اللعبه. غير كذا عندك بركات 6 بركات من برا اللعبه، بس مو نفس بلاك اوبس 4 مو تختار 4 وتدخل جوا اللعبه لا، 6 بركات كلهم عندك اياهم جوا اللعبه، بس تقدر تطور كل بيرك ل 3 تطويرات عن طريق الكريستالات. غير كذا عندك بلو برنت او تطوير للاسلحه من برا اللعبه. اذا انت تحب الشوتجن فينك تروح وتطور الشوتجن لاخر مستوى، فلما تفوت على اللعبه اي شوتجن راح تاخذه راح يكون جدا قوي لانك انت مطوره من برا الجيم. غير كذا تقدر تطور الامو مودز او انواع التطوير اللي بدات ببلاك اوبس 3 شفناها ببلاك اوبس 4 اللي هي الثلج، النار، الكهرباء او التيرن. كل واحده منهم عندها 3 تطويرات فينك تطورها من القائمه، ولما تفوت على الجيم فينك تختار اي واحده بدك اياهم، مو شغل عشوائي نفس بلاك اوبس 4 و 3. واذا فكرت انه خلصنا فانت غلطان. قبل يبدا الجيم فينك تضبط سلاحك اللي راح تبدا فيه وتحط فيه 8 اتاتشمنت على راحتك. اوكي وقف وقف، تبي تقول لي انه نبدا بسلاح قوي راح يكون شيء كويس؟ نحن نحب نبدا بمسدس البدايه بعدين نروح ونفتح البوكس ونطلع اسلحه قويه. سلاح البدايه اللي راح تبدا فيه راح يكون كومن او لونه ابيض، الاقوى منه اخضر، يلي اقوى منه ازرق، بعدين بنفسجي، بعدين اصفر. فسلاح البدايه تبعك جدا تعبان وجدا ضعيف، راح يكون كويس اول 10 راوندات، فقط 10 راوندات، فوق كذا ما راح يذبح لك الزومبي، تبي تخلص خزان كامل عشان تذبح زومبي واحد. فاول 10 راوندات مع سلاحك راح تكون جدا سريعه وحماس على عكس زومبي قبل. قبل اول 5-10 راوندات راح تكون جدا بطيئه، هنا تقدر تخلصهم بنصف الوقت ومع حماس أكثر. طيب خلينا نتكلم عن نظام البركات في اللعبة. ببلاك اوبس 4 عملوا نظام بركات جديد كليا اللي هو تختار 4 بركات فقط قبل تبدا الجيم. ليش عملوا هالشيء؟ عملوا هالشيء لانه على اساس نظام البركات الاصلي اللي كان ببلاك اوبس 3 و 2 1 كان خربان، الناس دائما يشتروا نفس البركات الجاجر، الكويك ريفايف، سبيد كولا. ففي بلاك اوبس 4 كان ودهم يعملوا نظام جديد عشان يصلحوا النظام القديم الخربان. هل نجحوا بهالشيء؟ لا، في بلاك اوبس 4 90% من اللاعبين بيختاروا نفس الثلاث بركات دائما اللي هم الداينج ويش، ستامين اب، والكويك ريفايف. فبالتالي ما صلحوا المشكله وفوق كذا خربوا اللعبه. البركات كان لها جو، كل بيرك له الغنيه الخاصه فيه، ولما تطيح تقدر تغير بركاتك. في بلاك اوبس 4 الالات اللي تشرب منها البركات هي نفسها دائما مع نفس الاغاني، وغير كذا بس تطيح ما عندك الخيار انك تغير البركات، لا مجبر تشرب نفس الاربع بركات لنهايه الجيم. طيب شو اللي عملوه في زومبي كولد وور؟ حطوا لك 6 بركات فقط، بس الست بركات كل ما تطورهم من القائمه برا الجيم بيفكوا لك خصائص اكثر، فبالتالي بس تطور 6 بركات تقريبا راح يغطوا لك معظم البركات المهمه اللي كانت موجوده قبل. والشركه قالوا فكت خلاص اشرب البركات كلها، فبالتالي ما في ليمت او حد للبركات نفس زمان، وحلوا المشكله اللي كانوا بيعانوا منها اللاعبين. اوكي ممكن حد يقول تشرب الست بركات كلهم راح يخليك مره قوي ونحن ما نبي الزومبي يصير سهل او شيء من الكلام. لا، حتى لو شربت الست بركات لسه اللعب راح تحسه صعب، مو نفس الشعور لما تاخذ بيركاهوليك ببلاك اوبس 3 تحس حالك خلاص ما في شيء يطيحك. هنا حتى مع الست بركات راح تحس انه اللعب طبيعي، ما عندك شيء جدا قوي. نظام شراء البركات الجديد كمان عجبني. حاليا البركات ما لها فلوس معينه، لا على حسب البيرك تشربه رقم كم. يعني لو شربت الجاجر اول واحد راح يكون سعره 2000-2500، لو شربته اخر واحد راح يكون سعره تقريبا 4500 او 5000. فبالتالي اول بركات تشربها اللي انت تشوفها جدا مهمه راح تكون رخيصه، واخر بركات راح تكون غاليه، وبعدين لما تطيح
اول 3 بركات شربتهم ما راح يروحوا منك، بينما اخر 3 بركات شربتهم راح يروحوا منك. فانت فينك تتحكم شو البركات اللي تدفع عليها رخيص وتاخذها في البداية وما تروح منك وقت تطيح. هذا خيار جدا رهيب. طيب تكلمنا على الاشياء الجديدة اللي موجودة بالقائمة قبل تفوت على الجيم وتكلمنا على البركات، خلينا نتكلم على الاشياء الجديدة اللي موجودة جوا اللعبة اللي تخليك ما تمل ودائما متفاعل. حاليا بس تقتل زومبي راح يطيح منهم اشياء دائما، سواء قنابل نفس السي 4 مولوتوف وغيرهم او حتى مونكي بوم، والقنابل صايرة جدا قوية وجدا رهيبة فعليا. قنابل بهاللعبة فينك توصل راوند 100 في قنابل، كل شوي ذبح زومبي زومبيين، خذ منه قنبلة ارميه على مجموعة بأي راوند راح يذبحهم كلهم، وشعور جدا رهيب انك تذبح الزومبي بالقنابل بالذات بالسي 4. غير كذا ممكن يطح لك من الزومبي درع، راح نتكلم عن الدرع بعد شوي، وممكن ينزل لك من الزومبي سيلف ريفايف انك تعيش حالك لو مت. واكثر شيء راح يطح لك من الزومبي هو السكرابس او المخلفات سواء لونها اخضر او الازرق. شو تقدر تسوي بهالمخلفات؟ فينك تروح تشتري فيها قنابل، مونكي بوم، فلاش، الابره اللي تعبي لك هيلث، وتقدر تشتري كل ستريك، سنترجن، جرنيد لانشر، سيلف ريفايف او حتى تشوبر جنر. والتشوبر جنر اول ما شفته بالاعلان احبطت بشكل جدا كبير، قلت شو هالمسخره، تشوبر جنر بالزومبي؟ شو قاعدين نلعب ملتي بلاير؟ بس صراحه التشوبر جنر اكثر شيء ممتع ضافوه في تاريخ الزومبي. بس يكون معك تشوبر جنر وتنحشر فعلها على طول، فراح تحميك ما راح تموت، وراح تنزل رش بالزومبي من فوق وتشوفهم نقط حمراء كانك عم تلعب ملتي بلاير، وتشوف السكور عم بيزيد كل ما تقتل اي زومبي، وصوت التشوبر جنر جدا عالي يعطيك دفعه حماس مو طبيعيه في نص الجيم. فاي هي كل الاشياء اللي تقدر تاخذها من الزومبي. احيانا ممكن يطلع لك كل سريك لما تدبح البوس بس جدا نادر، وصدقوني شعور انك تجمع مجموعة من الزومبي وتذبحهم بعدين تشوف شو طيحولك وتروح تاخذ السكرابس، شعور جدا رهيب كنا محرومين منه باجزاء الزومبي اللي قبل. بعدين عندنا نظام التطوير الجديد اللي هو عندك 3 تطويرات، اول واحدة ب 5000 بعدين 15000 بعدين 30000، يعني لازم تدفع 50000 عشان تطور سلاحك لاخر تطوير. بعض الناس حبوا هالفكرة انه في شيء دائما موجود تسويه جوا اللعبة، ولما تطور سلاحك لاخر تطوير راح يصير جدا قوي، وفي ناس كرهوا هالشغلة لأنه ممكن تدفع 50000 على سلاح بعدين يطلع لك من البوكس الريغن يلي هو أقوى من السلاح حتى لو دافع عليه 50000، فبكل بساطة راح ترمي السلاح وتضيع عليك الفلوس هاي كلها. بس أنا بكل صراحة عجبني هالنظام لأنه ممكن أوصل راوند عالي 30 أو 40 ولسه ما طورت سلاحي لآخر تطويره ولسه قاعد أجمع فلوس عشان أطوره، فيقتل شعور الملل اللي تحسه بالراوندات العالية. وقلت لكم إن في القوائم تقدر تطور عناصر الطلق، فبالتطوير نفسه أو بالباك بانش اضغط R1 أو R2 راح يحولك على صفحة تانية تحط فيها الامو مودز او عناصر الطلق على السلاح، سواء النار، الثلج، الكهرباء او الترند، وفينك تغيرها باي وقت بدك اياه. فصراحه كمان شيء خرافي، ما في داعي تطور سلاحك 50 مره عشان يجي التطوير اللي بدك اياه نفس ما كنا نسوي ببلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4. وحتى اذا طورت سلاحك لاخر تطوير وحطيت عليه المود اللي تبيه لسه فينك تطور سلاحك اكثر. اذا كان لون سلاحك بنفسجي او ازرق تقدر تروح وتدفع عليه سكرابس وتطوره للاصفر وبالتالي راح يكون اقوى. سلاحك تقدر تخليه خارق بس لازم تدفع عليه كتير فلوس وكتير سكرابس. ونفس المكان اللي بتطور فيه لون السلاح للبنفسجي او الذهبي تقدر تشتري منه درع. ايه حاليا عندك درع، شال النظام الدرع القديم اللي تجمع 3 قطع وتحطه على ظهرك ويحميك من ورا، بس حاليا الدرع يحميك من كل الاماكن وراح تشوفها موجود فوق عداد الحياة او الهيلث عندك. لازم تجمع سكرابس وتروح وتشتري فيها الدرع المستوى الاول بعدين تطوره للمستوى الثاني والثالث، وبعدين لما يخرب كل بساطة ترجع وتصلحها. حاليا راح تدفع كتير عشان تطوره لاخر مستوى، بعدين لو خرب بكل بساطة تجي وتصلحها وما راح تدفع كتير عشان تصلحها، ففقط تطوره لاخر مستوى راح تتعذب شوي. فالملخص من كل الكلام اللي تكلمته عن الاشياء الجديدة الموجودة في الزومبي هو ان نظام اللعب الجديد في الزومبي جدا ممتع، دائما في شيء ودك تسويه، تبي تبني الدرع، تبي تغير لون سلاحك، تبي تطور سلاحك لاخر تطوير، تبي تشرب البركات كلها، تبي تجمع سكرابس وتشتري مونكي بوم وتشتري كل ستريك وغيرها اكثر واكثر. فعادي توصل راوند 30 او 40 ولسه ما انت مضبط وضعك ولسه في شيء في بالك تبي تسويه. نحن متعودين قبل بالزومبي لما توصل راوند 20 25 خلاص عندك سلاح الماب، عندك كل البركات، عندك درع، وخلاص ما في اي شيء تسويه غير انك تذبح زومبي. وصراحه بس تضبط امورك باجزاء الزومبي القديمه بعدها راح تحس بالملل بسرعه الا اذا كان عندك نيه تحل لغز او توصل راوند عالي، بينما هنا لو ما عندك نيه توصل راوند عالي او تحل اللغز فدائما في شيء راح تسويه في اللعبه، فدائما راح تكون مشغول وبالتالي راح تكون مستمتع وما راح تمل بسرعه. ونسيت اني اتكلم عن الريغن،
متذكرين المقولة القديمة اللي كنا نسمعها ببلاك أوبس 1 وبلاك أوبس 2 اللي هي تكفى سوي لي ريفايف عندي ريغان، تكفى عندي ريغان ما ودي يروح علي؟ هالجملة راح معناها ببلاك أوبس 3 وبلاك أوبس 4 لأنه ريغان صار مسخرة، ريغان صار سلاح عادي، في كتير أسلحة تاخدها من البوكس أفضل من ريغان، وصراحة كان شيء يقهر لأنه ريغان يعني سلاح مميز لونه أحمر يطلع لك من البوكس على عكس باقي الأسلحة يطلق ليزر، فمتوقع إنه يكون قوي. بينما حاليا بكولد وور هذا أقوى ريغان نشوفه في تاريخ الزومبي، فحاليا بس حد يقول لك تكفى اعمل لي ريفايف عندي ريغان، ففعلا حاول قدر ما تستطيع انك تسوي له ريفايف وما يموت ويخسر الريغان، لانه جدا قوي وبنفس الوقت جدا نادر. فعليا في ناس وصلوا راوند 40 و50 ودفعوا تقريبا 100,000 على البوكس وما طلع لهم الريغان لانه خلوه جدا نادر. وفي زومبي بلاك اوبس كولد وور عندنا نظام جديد اسمه الاكسفل، اللي هو انك انت تنهي الجيم، بيجي لك راديو على غرفه البدايه وكل 5 راوندات عندك فرصه انك تفعل الراديو. بس تفعل الراديو لازم تروح لمنطقة الكوك ريفايف، بس تروح هناك راح يكون عندك عدد معين من الزومبي لازم تذبحهم بأقل من دقيقة ونص، وبس تذبحهم بتقدر تركب هليكوبتر وتنهي الجيم. نظام الاكسفل خلى مدعة الزومبي لسه اكثر في كولد وور، لانه قبل كنا لما تفوت على جيم وخلص تمل من اللعبة او عندك شيء لازم تروح او اي سبب يخليك تترك الجيم لازم تنتحر، ولما تنتحر تحس انه في شيء غلط، انه يا اخي كان ودي اقدر اوصل راوند اعلى، حاليا لما انتحر يعني خرب علي الجيم. بينما لما تسوي اكسفل وتطلع من الجيم وانت فايز وراكب على هليكوبتر، فراح تطلع من الجيم وانت مبسوط، ما عندك شعور القهر اللي كنا حسه من زمان. وحاليا عادي تفتح اللعبة تفوت توصل راوند 20-30 تسوي اكسفل وتطلع، وراح تحس حالك خلاص انا اليوم لعبت جيم زومبي وسويت اكسفل ويكفي لليوم. بينما قبل لا، يا تفوت جيم زومبي توصل راوند عالي يا تحل اللغز، ما في شيء اللي هو ابي افوت بس العب اليوم جيم واطلع. طيب وشو الفايدة من الاكسفل؟ الاكسفل صعب، ما هو سهل انك تعدي الاكسفل وتنجح، لانه عندك دقيقة ونص انك تقتل عدد جدا كبير من الزومبي. فائدة الاكسفل هي انك لو سويتها راح تحصل سكور زيادة بشكل جدا كبير، وراح تحصل على الكريستالات اللي بتفكر لك اشياء من القائمة، فلو خلصت الاكسفل بنجاح ونهاية الجيم راح تحصل على اشياء جدا رهيبة في اللعبة. طيب يكفي كلام على الجيم بلاي، حاليا خلينا نتكلم على الماب نفسه اللي هو دي ماشين، وبعد الماب راح ندخل بالاشياء السلبية بالزومبي. طبعا اللي يقول لك انه الماب ريميك او ريماستر لناخذ دير ان توتن وملينا من الريماستر او شيء من الكلام، فقل له انت ما لعبت اللعبة، اذا قاعد تتفلسف وانت ما لعبت الماب، لانه فعليا الماب جديد كليا، فقط في منطقه واحده اللي هي غرفه ناخدر انتوتن وباقي الماب كله جديد، بنكر تحت الارض كله جديد، حوالين ناخدر انتوتن كله ماب جديد، يعني 10% ناخدر انتوتن و90% ماب جديد، على عكس مابات الريميك او الريماستر ببلاك اوبس 4 اللي كانت العكس 90% ماب قديم و10% ماب جديد، نفس بلود اوف ذا ديد كلاسيفايد تاكدر انتوتن والفا اوميجا. وبس تحول الماب لجو الدارك ايثر راح يصير شكله جدا رهيب، جو دارك ايثر وقناديل البحر لونها وردي قاعده تطير بالسماء، والماب كله لونه بنفسجي، تحس حالك نقلت لعالم سحري، نفس شعور لما تدخل كريزي بليس بماب اورجنس. امنيتي الوحيده انه يكون في حركه نضل فيها بالدارك ايثر للابد، لانه للاسف الدارك ايثر فقط 5 دقائق تقريبا ويرجع الماب طبيعي. فتح الكهرباء والتطوير بهالماب جدا سهلين، واتمنى كل مابات زومبي كولد وور تكون نفس النظام، لانه تذكروا معظم مابات الزومبي الرهيبه نفس دير ايسندراخ كان الكهرباء والتطوير فيهم جدا سهلين، وهذا الشيء صراحة بيخلي الجيم ممتع أكثر. ما نبي الكهرباء والتطوير يكون جدا معقد نفس ما بزيت سابونيشيما في بلاك أوب 3 نص ساعة عشان تفتح الكهرباء وبعدين تطوير، لا هنا جدا بسيط وجدا سهل بشكل إنه يخلي اللاعبين الجدد اللي راح يلعبوا زومبي لأول مرة راح يعرفوا يفتحوا الكهرباء والتطوير وما راح يدخلوا بالحيط نفس مابات الزومبي القديمة. وحتى لغز الماب نفس المبدأ، سهل بس ما هو سهل جدا، ما هو سهل نفس الكهرباء والتطوير بشيء جدا بسيط، لا في خطوات لازم تسويها وياخذ منك وقت، بس سهل انه مجرد ما تحلها مره وتحفظ الخطوات خلاص فينك تدخل اي جيم بعدين وتحل اللغز، هالشيء جدا حلو. انا صراحه هذا اول ماب زومبي اللي احل لغز الماب تقريبا 3 أو 4 مرات، عاده المابات القديمه احل لغز الماب مره وخلاص، نفس بلود اوف ذا ديد ولا جورد كروفي لغز جدا صعب جدا معقد، مجرد ما تحلها مره واحده خلاص ما ودك ترجع تحلها، هنا لا من كثر ما هو اللغز بسيط حليته اكثر من مره، ونفس الشيء
بيخلي اللاعبين يجددوا على الزومبي يفوتوا بعالم الألغاز. ومن آخر الأشياء الإيجابية اللي بيذكرها عن الزومبي قبل أن ندخل بالأشياء السلبية هي الهد أو القوائم باللعبة نفسها اللي هي البركات السبيشال السلاح جدا مرتبة جدا أنيقة تشبه بلاك أوبس 3 على عكس المصيبة اللي شفناها ببلاك أوبس 4. ببلاك أوبس 4 يعني ماخذ تقريبا ربع شاشتك اللي هو سلاح السبيشال والأسماء وكذا، لا هنا شكلها جدا أنيق. وغير كذا نظام الحركة أو الموفمنت بالزومبي صاير جدا سهل وسلث، يمديك تنط فوق أي حاجز، تنط من أي درج، مو نفس زمان لا لازم تمشي بأماكن معينة، حاليا فعليا فينك تروح أو تتسلق أي مكان بدك إياه بسهولة. طيب حاليا خلينا نبدأ في السلبيات الموجودة في زومبي بلاك أوبس كولد وور. أول سلبية لاحظتها وسلبية قوية صراحة هو الشعور أو الانفايرومنت أو البيئة في الزومبي. متعودين دائما أي ماب زومبي لما تبدأ الجيم تحس شعور أنه شخصيتك وحيد في مكان مهجور وقاعد يهجموا عليه زومبي، شعور بالخوف نفس كينو ديرتوتن، مسرح الموتى، أورجنس، موب أوف ذا ديد في بلاك أوبس 2 وبلاك أوبس 3 وبلاك أوبس 4، دائما موجود هالشعور لأن في القصة أنت في عالم مدمر كله زومبي ما في بشر وأنت آخر الناجين أنت والجماعة اللي معاك. بينما هنا اول ما تبدا الجيم تيجي هليكوبتر تحطك، يتكلم معاك ويفر بالجيم، يتكلموا معاك الدكاتره. You've got a green light, strike team. Happy hunting. This is where it started, strike team. Let's get some answers. Let's get to it then. This place is the cause of the outbreaks we're encountering. Better get inside and solve this case. Maybe there's some sort of archaic sensor-based door system. Perhaps those were very popular at secret Nazi bases. This is Omega Group's doing. They came here and reactivated a long-dead Nazi experiment. وحتى أصلاً في القصة هاي المنطقة فقط فيها زومبي بالعالم، بينما باقي العالم كله مدن وأمريكا والCIA وروسيا كلها مدن عادية. أنت عم تروح على مكان فيه زومبي عشان تكتشف هالمكان، وحتى يمديك بأي وقت أنك تسوي إكسفل وتطلب هليكوبتر تجي تاخدك وتروح. صحيح الإكسفل رهيب بس حالياً قاعد أتكلم على جو الزومبي مو على الجيم بلاي. وحتى لما تحل اللغز تجي هليكوبتر وتاخدك وتفجر الماب وخلاص. فالشعور الخرافي اللي كنا نحسه مع أي ماب زومبي جديد اللي هو شعور الغموض شعور الخوف كله اختفى للأسف. وتاني سلبية كمان إلها علاقة بشعور الزومبي وأظن هي الكل يتفق معي فيها اللي هي الشخصيات. كنا نلعب ببرمس بألتيمس بركتوفن نيكولاي حتى شخصيات ترانزيت حتى شخصيات قصة الفوضى، كان كل شخصية عندها كلامها الخاص إلها القصة الخاصة فيها و تندمج وانت تلعب فيهم، بينما حاليا عم نلعب بأوبريتر من المالتي بلاير وطور القصة وحتى اشياء ما تركب مع بعض. يعني انت تختار وودز او ادلر من طور القصة والمعاك يختاروا من الفريق الروسي اللي هم مفروض اعداء وحاليا صاروا مع بعض، يعني شخصيات ابدا ما لها علاقة بالقصة وشغلهم عشوائي بشكل كامل. واذا حاولت وصل راوند 100 في الماب فراح تلاحظ انه كلام الشخصيات راح ينعاد، كل جملة راح يعيدوها 70 مرة لانه ما في كلام كفاية، على عكس من زمان. من زمان لما تلعب ركتوفن او نيكولاي يتكلموا كلام عن القصة، يتكلموا كلام كوميدي، ينكتوا، يعصبوا، وكلام متنوع بشكل جدا كبير وجدا ممتع. الحين طلع كلام انه ماب الزومبي القادم رح يكون فيه شخصيات رئيسية ما نقدر نغيرهم، فأتمنى هالتسريب يكون صحيح. طيب السلبيات اللي ذكرتها ما لها علاقة بالجيم بلاي، فقط بشعور الزومبي. وبكل صراحة مابات الزومبي القديمة اللي فيها شعور رهيب، هالشعور رح تحس فيه لما تلعب الماب أول تاني ثالث مرة، بعدين لما ترجع تلعبها ما رح يهمك الكلام خلاص، رح يهمك أكثر الجيم بلاي. فيعني سلبية خفيفة نوعا ما، بس حاليا خلينا نتكلم على سلبيات الجيم بلاي نفسه. نظام النقاط الجديد جدا سيء، حاليا لما تذبح زومبي رح يعطوك 90 نقطة، لو ذبحت زومبي بالسكين أو هيد شوت رح يعطوك 115 نقطة بس، بينما لما تدمج الزومبي لما تطلقهم على رجلهم أو شلنا الكلام ما رح يعطيك فلوس أبدا. من زمان كان شعور جدا رهيب لما تجمع مجموعة زومبي كبيرة وتجيب لك خلاط وتفضيه عليهم وبس يموتوا تشوف فلوسك، تلاقي فلوسك وصلوا 100,000 وأنت قاعد تقتل في هالزومبي، كان شعور جدا رهيب تجمع فلوس في هالطريقة. هالشعور حاليا راح خلاص، حاليا ما رح يعطوك فلوس إلا على ذبحة الزومبي.
الماضي، فخلاص جيب لك شوتجن او اذبحهم سلاح الماب، لانه راح يعطوك نفس الفلوس اللي راح يعطيك اياها خلاط. فهذا صراحه شيء جدا جهندي بنظام النقاط الجديد. وعلى سيره الخلاطات، اللعبه فيها اسلحه كتير حلوه، والاسلحه فينا نطورها تطويره وتطويرتين وثلاثه ونحولها ذهبي، وتكلمت على هالكلام كله. بس ما عندنا بيرك لميول كيك اللي يخليك تحمل ثلاث اسلحه، فشو الفائده؟ حاليا داي ماشين راح ناخذ الريجن وسلاح الماب، خلاص ما راح نلعب باقي الاسلحه. فجدا نحتاج يكون عندنا بيرك لميول كيك عشان ناخذ سلاح ثالث ونطوره لاخر تطويره ونطوره ذهبي ونحط له امود وننبسط بالاشياء هي كلها. فاتمنى يضيفوا بيرك لميول كيك قريبا. وغير كذا، تصميم ماب داي ماشين نفسه ما هو جدا رهيب، ما هو من المابات الخرافيه نفس اورجنز ولا موب اوف ذا ديد او غيرها من المابات الرهيبه، لا، تصميم الماب عادي صراحة، بس الجيم بلاي او نظام اللعب الجديد خلانا نستمتع فيه بشكل جدا كبير. والشيء كمان اللي ما حبيته انه حاليا عندنا تشوبر جانر. التشوبر جانر خرافية، قلت لكم اني مستمتع فيها بشكل جدا كبير، بس بالتالي كل مابات الزومبي القادمة راح تكون مابات مفتوحة وتصميمها نفس داي ماشين. يعني انسى والله يكون ماب تحت المي، انسى يكون ماب تحت الارض نفس باريد، ولا ماب على القمر نفس مون، لانه خلاص التشوبر جانر كيف بدك تستعملها وانت على القمر مثلا او تحت المي. فتصميم المابات كله راح يكون مشابه لداي ماشين، اللي هو في مناطق مفتوحه كتير وبعدين في مناطق تحت الارض، بس ما راح تشوف والله ماب مميز، ماب خلينا نقول نفس ماب مون او باريد، ماب كامل مدفون تحت الارض او ماب على القمر. ممكن يعملوا شيء نفس كذا ويقولوا هالماب ما يمديك تستعمل فيه التشوبر جانر، بس استبعد هالشيء. اظن المابات كلها راح يكون تصميمها مهيئ ليكون فيه تشوبر جنر، فبالتالي ما راح نشوف مابات جدا مميزه نفس ما شفنا قبل. وغير كذا، بلاك اوبس 4 بدات مع اربع مابات، لعبنا المابات كلها واستمتعنا فيها، بعدين بس حلينا الغاز المابات كلها اندمنا، قلنا يا ريت الشركه يعني نزلوا ماب واحد بعدين نزلوا ماب ثاني، بس نزلوا لنا اربع مابات مع بعض. بس مجرد ما حلينا الغاز كلها اعطونا ماب بشهر 12 اللي هو ديد اوف ذا نايت. حاليا ما عندنا الا ماب واحد بس، والتسريبات تأكد أن الماب القادم بشهر 2، فصراحة لا، يعني خلاص ماب خرافي بس ملينا، نبي ماب قادم، ما نبي نستنى لشهر 2. يعني المفروض يبدأوا مع مابين نفس بلاك اوبس 1، نفس بلاك اوبس 2، نفس بلاك اوبس 3، نبي مابين، ماب واحد مع النزول لعبة جدا سيء. طيب، وكذا نكون خلصنا من الأشياء السلبية. الأشياء الإيجابية اكثر من الاشياء السلبيه تقريبا الضعف، ومستمتع بالزومبي بشكل جدا كبير، بس قلت لازم اذكر الاشياء السلبيه. يعني خلاص طبلنا كثير بدايه الفيديو ومدحت اللعبه كثير، بنفس الوقت لازم نذكر الاشياء السلبيه ونتمنى انها تتصلح بالمستقبل. فبالنهايه، هل هذا افضل جزء بلاك اوبس من ناحيه الزومبي؟ لا، جدا بدري نحكم على هالكلام. انا بالنسبه الي الى الان بلاك اوبس 3 افضل زومبي جربته، بس من ناحية الجيم بلاي اللعبة مهيئة لتكون أفضل تجربة زومبي وحتى أفضل من بلاك أوب 3. شو الشيء اللي يحكم؟ المابات المستقبلية، لو المابات كانت رهيبة ممكن تتفوق على بلاك أوب 3 وتكون أفضل تجربة زومبي من ناحية الجيم بلاي. إذا المابات كانت سيئة فبلاك أوب 3 راح تضل هي الأفضل. أما من ناحية القصة والشخصيات فللأسف اللعبة غير مهيئة لتتفوق على بلاك أوب 3 أو بلاك أوب 2 أو حتى بلاك أوب 1. أتمنى يغيروا بنظام القصة بالمابات المستقبلية، نبدأ بشخصيات أساسية، نبدأ الجيم وما يتكلموا معانا ناس من برا، نحس شعور الزومبي جد، بس ما اظن يسووا هالشيء، ننتظر ونشوف. وتقييمي النهائي للزومبي هو 8.5 من 10. وين راحوا الواحد ونص؟ راحوا على الاجواء والشخصيات وكذا، لانه نحن حبينا الزومبي من ورا الشخصيات، من ورا القصه، من ورا اجواء الماب، من ورا الغموض، فالاشياء كلها راحت، فعشان كذا نقصتها 1.5، بس 8.5 لانه الجيم بلاي ممتع، كل الاشياء اللي نحبها باللعب صارت افضل. فاي اتمنى تشاركوني بالتعليقات هل تأيدوني بهالشيء او لا. فاي بكذا بكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو تجمع الثلاث تقييمات وتقسم وتضرب وكذا راح يطلع معك التقييم النهائي للعبه هو 8.5 من 10. فشاركوني بالتعليقات، هل تأيدوني مع هالتقييم؟ هل تشوفوا انه تستحق اكثر او اقل؟ اتمنى تشاركوا بالتعليقات. وبس، كان معكم شركيات شركة كيش، كم دي هاد تاني ان شاء الله، مع السلامة.